اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. قال أمير المؤمنين عليه السلام أواخر الخطبة القاصعة: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. ولد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بيت الله. يقول المؤرخون: دخلت فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها إلى الكعبة تطوف، فبينما هي تطوف ضربها الطلق، فدخلت إلى الكعبة من الجانب المسمى بالمستجار، شق لها جدار الكعبة حتى يكون أسمى وأدل على خرق العادة، ودخلت ولدت الذي أوقف الزمن، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. دخل أبو طالب، علمه بالمولود، فأخذ فاطمة بنت أسد من يدها، فخرجوا إلى الأبطاح، ونادى: يا رب، يا ذا الغسق الدجي والقمر المبتلج المضي، بين لنا من حكمك المقضي ماذا ترى في اسم ذا الصبي. يقول المؤرخون: ظهر شيء على الأرض كالسحاب حتى صار إلى صدر أبي طالب، فضمه مع علي إلى صدره، فلما أصبح الصباح فإذا هو لوح أخضر مكتوب فيه: خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب الرضي، فاسمه من شامخ علي، علي اشتق من العلي فسماه عليا. يقول المؤرخون: فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها سمته حيدرة، حيدرة يعني الأسد القائد. مو عبد الباقي العمري في عينيته يقول: سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة يا أبا الحسن، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرع، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. وخلي ألفت نظرك، حاولوا إخفاء هذه الفضيلة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكن ما قدروا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه السماء متكفلة بفضائله. بعدين هو الذي يضيف فضائل إلى الكعبة. أصلا لم يفرض الله الحجيج لبيته لو لم يكن في بيته مولودا. نعم، علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه، أبوه أبو طالب
سيد البطحاء ومؤمن قريش. أبو طالب صلوات الله عليه حامل رسول، كان يقول للنبي صلى الله عليه وآله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب دفينا، فانفذ لأمرك ما عليك مخافة، وابشر وقر بذاك منه عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب كان يقول للنبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله: ولقد عهدتك صادقا في القول لا تتزيد، ما زلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرد. أبو طالب كان يقول بأبي وأمي صلوات الله عليه: إن عليا وجعفرا ثقتي، عند ملم الزمان والنوب لا تخذلا، وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي. ويجون هؤلاء الذين لا تلتقي بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم يكفرون أبو طالب. واضح السبب ليش يكفرون أبو طالب، الموضوع مو يم أبو طالب صلوات الله عليه، لا، موضوع يم ابنه، يم علي ابن أبي طالب. نعم، يجون يرون بتجاسر، مو بس على أبو طالب يتجاسرون، أصلا هم يتجاسرون على أبو النبي صلى الله عليه وآله، يتجاسرون على أم النبي صلى الله عليه وآله. يروون يقولون جو الصحابة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قالوا له: هلا استغفرت لأبيك وأمك؟ عود قالهم النبي: لو كنت أستغفر لأبي وأمي لاستغفرت لعمي أبي طالب، لقد صنع إلي ما لم يصنع إلي. صنع أبو طالب وياي أشياء ما صنعوها إلي أمي وأبي. وإن عبد الله، شوف الألم، وإن عبد الله وآمنة وأبا طالب جمرات من جمرات جهنم. يعني واحد ما يستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والحال لم يكن هكذا. أبو طالب صلوات الله عليه، أبو طالب حمى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من قريش. كان إذا علم بأن قريش علمت بمضجع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يحوله من مكان إلى مكان آخر، ويفتديه بنفسه ويفتديه بابنه. تدري أنت الولد شقد قرة عين للأبوين، شقد وجوده يملأ البيت غبطة ونعيم. أبو طالب صلوات الله عليه يجيب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينيم بمكان النبي صلى الله عليه وآله، مو فعلى الفراش: مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، مزقت جيب نفاقهم يا أبا الحسن، مزقت جيب نفاقهم، فتركتهم همما لعارية السيوف غمودا. يا أمير المؤمنين، ما أنصفتك عصابة جهلتك إذ جعلت لذاتك في الوجود نديدا. نعم، هذا البيت كل ما أدخل إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجي على لساني: علموا لأولادكم يا أبا الحسن، ما أنصفتك عصابة جهلتك إذ جعلت لذاتك في الوجود نديدا. أبو طالب صلوات الله عليه، قريش لما علمت بأنه
لم يخذل النبي صلى الله عليه وآله أي سو من خذلان أبو طالب للنبي صلى الله عليه وآله، وأي سو من تسليم أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله لهم، وعرفوا أن أبا طالب صلوات الله عليه أجمع على عداوتهم وأجمع على مقاطعتهم، مشوا لأبو طالب بمن مشوا له بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة. كان عمارة ابن الوليد أبهى فتى في قريش وأجمل فتى في قريش، تخيل. شرادوا من أبو طالب يتصورون ويتمنون أن يسلمهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فاصل قصير وللحديث تتمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. فجاءت قريش بعمارة ابن الوليد كما أسلفت، قالوا يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد وهو أبهى فتى في قريش وأجمل فتى في قريش، خذه لك، اتخذه ولدا مقابل أن تسلمنا ابن أخوك محمد صلى الله عليه وآله حتى نقتله. شوف شنو كان جواب الحامي للرسول صلى الله عليه وآله، كان جوابه قالهم تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلوه، والله لن أفعل ذلك أبدا. هذا هو أبو طالب صلوات الله عليه. شوف شعر أبي طالب بأبي وأمي، تفضل شوف أدب أبو طالب صلوات الله عليه، شوف شي يدل على إيمانه وعلى المبادئ التي ترسخت من عبد المطلب أبوه صلوات الله عليه. انظر مئات الأدلة على إيمان أبو طالب صلوات الله عليه. أعطيك دليل واحد وخلي يجاوبني من يجاوب. لو كان أبو طالب صلوات الله عليه مشركا كما تزعمون، لما لم يطلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فاطمة بنت أسد منه؟ أريد جوابا. أعود، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أبوه أبو طالب بأبي وأمي، وأمه فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها، فاطمة بنت أسد. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يقول عنها والدتي، يقول عنها إنها أمي. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول كانت فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها تجوع أولادها وتشبعني، تجوع أولادها وتشبعني بعد، وتشعث أولادها وتدهنني. تفضل. لما توفت فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها، ذهب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وآله باكيا، قال ما يبكيك يا علي؟ لا أبكى الله عينك،
قال لقد ماتت والدتي. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإنها والدتي. وشوف الأشياء اللي سواها ويا فاطمة بنت أسد أم الإمام علي. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صنع أشياء مع فاطمة بنت أسد لم يصنعها مع أحد قط. شوف، أولاً اتكفنت بقميص النبي صلى الله عليه وآله. وليش؟ هسه أبين لك. أنزلها في قبرها، نام في لحدها، وهسه هم أبين لك ليش. مشى خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله حافيا، وكان إذا رفع قدم عند المشي يتأنى في رفع القدم الآخر. وهسه همينا أبين لك ليش. هو النبي صلى الله عليه وآله يجيب عن ذلك إلى أن دفنت وواروا عليها التراب وانصرف الناس. فقال لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ابنك ابنك ابنك، لا جعفر ولا عقيل، ابنك علي بن أبي طالب. فقال لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ابنك 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 علي بن أبي طالب، ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك ابنك علي ابن أبي طالب. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله ب70 تكبيرة، مو 5 تكبيرات، صلاة الميت 5 تكبيرات، بينما صلى عليها صلى الله عليه وآله ب70 تكبيرة. سئل النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله أنت صنعت أشياء ما صانعها مع أحد. بدأ يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قالهم تشيعي لها حافيا، وكنت أرفع قدما وأتأنى برفع القدم الآخر لكثرة ازدحام الملائكة خلفها. وأما صلاتي عليها ب70 تكبيرة فقد رأيت 70 صفا من الملائكة يصلون عليها. وأما إني نمت في لحدها. ليش نمت بلحدها؟ لأنه يوم من الأيام ذكرت لها في حال حياتها ضغطة القبر، فقالت واضع فاه قالت، فكفيت ذلك. وأما التكفين كان بقميصي، فقد ذكرت لها في حال حياتها يوم من الأيام أن الناس يبعثون عراة، فقالت واسوأتا، فكفنتها بقميصي فتحشر وتبعث صلوات الله عليها مستورة. وأما قولي عند إهالة التراب وانصراف الناس ابنك 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 لا جعفر ولا عقيل، ابنك ابنك علي بن أبي طالب، لأن الملكان سألاها من ربك؟ فقالت الله ربي، ومن نبيك؟ فقالت محمد صلى الله عليه وآله نبي. فقالوا لها من إمامك؟ فاستحت أن تقول ولدي علي باعتبار ابنها، استحت. فقلت لها ابنك 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 لا جعفر ولا عقيل، قولي علي ابن أبي طالب، ابنك ابنك علي ابن أبي طالب. فقالت إمامي علي ابن أبي طالب، فقالت إمامي علي بن أبي طالب.
فقر الله عينها بذلك. هذه أم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. وإن شاء الله أمر في الحلقة القادمة على العوائر التي ذكرتها في صدر البحث، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.